بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثامن في مدارسكم، مدارس جيل المستقبل. أحييكم من هنا من جيل المستقبل مع درس جديد في علم الصرف وفي المشتقات، حيث وصلت بنا سفينة المشتقات لترسو في ميناء جديد، ألا وهو اسم الزمان واسم المكان. وكان قد مر معنا سابقا خمسة من المشتقات: اسم الفاعل ومبالغته، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم الآلة. نصل إلى مشتق جديد ألا وهو اسم الزمان واسم المكان، أو اسم الزمان والمكان. إذا كان اسم الفاعل يدل على من قام بالفعل، واسم المفعول على من وقع عليه الفعل، واسم الصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على صفة ثابتة في الموصوف، واسم الآلة على آلة حدوث الفعل، فبرأيك عزيزي الطالب على ما يدل اسم الزمان والمكان؟ لماذا يصاغ في المشتقات؟ لماذا نصوغ اسم زمان واسم مكان؟ نقول اسم الزمان والمكان اسمان مشتقان يصاغان ليدل على زمان. اسم الزمان يدل على زمان حدوث الفعل، واسم المكان يدل على مكان حدوث الفعل، على زمان أو مكان حدوث الفعل. كيف يصاغ ومما يصاغ؟ شاهدنا سابقا أن كل مشتق له فعل يصاغ منه: اسم الفاعل من الفعل الثلاثي أو فوق الثلاثي المبني للمعلوم، المفعول من المبني للمجهول، الصفة المشبهة باسم الفاعل من الثلاثي اللازم، اسم الآلة من الثلاثي المتعدي غالبا. اسم الزمان والمكان مما يصاغان وكيف يصاغا؟ الصياغتهما: يمكن أن يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي، وربما يصاغ من الفعل فوق الثلاثي. كيف يصاغ اسم الزمان واسم المكان من الفعل الثلاثي؟ انتبه، قال يصاغ اسم الزمان والمكان من الفعل الثلاثي على أحد وزنين، على أحد وزنين من الفعل الثلاثي على أحد الوزنين التاليين. إذا كان الفعل ثلاثيا يصاغ اسم الزمان والمكان منه على أحد الوزنين التاليين. الوزن الأول، انتبه إلى الضبط بالشكل، ونحن تعلمنا ألا نكتب ميزانا صرفيا إلا مضبوطا بالشكل. الوزن الصرفي الأول لصياغة اسم الزمان أو اسم المكان من الفعل الثلاثي هو مفعل بفتح العين وبفتح الميم. مر معنا باسم الآلة مفعل، اليوم نقول مفعل بفتح الميم والعين وتسكين الفاء. متى يصاغ اسم الزمان والمكان على وزن مفعل؟ تقول القاعدة: يصاغ اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل بثلاث حالات. الحالة الأولى: إذا كان الفعل مفتوح العين في المضارع. الحالة الثانية: مضموم العين في المضارع. الحالة الثالثة: إذا كان الفعل معتل اللام. ما معنى معتل اللام؟ ثلاثي معتل اللام، أي ثلاثي معتل ناقص. لدينا معتل مثال، معتل أجوف، ومعتل ناقص. معتل اللام أي المعتل الناقص، فعل ثلاثي، معتل الآخر، معتل اللام، معتل ناقص، يصاغ اسم المكان والزمان منه على وزن مفعل. مفتوح العين في المضارع. الآن سأعطيك الفعل داخل. ما عين الفعل؟ أي حرف هو عين الفعل؟ فعل. إذن الحرف الأوسط الخاء، ولكن لا ننظر إلى عين الفعل في صيغة الماضي،
لأن القاعدة تقول مفتوح العين في المضارع، أو هون نقول سبحة. سبحة، ستقول لي يا أستاذ هذا الفعل مكسور العين. أقول لك القاعدة تقول مفتوح العين في المضارع. أعطيني المضارع من سبحة. يسبح. الآن هذه عين الفعل، الباء حركتها الفتحة. هذا الفعل مفتوح العين في المضارع. بما أنه فعل ثلاثي مفتوح العين في المضارع، يصاغ اسم الزمان والمكان منه على وزن مفعل، فنقول مسبح. يا أستاذ مسبح اسم زمان أم اسم مكان؟ أقول لك هي اسم زمان واسم مكان. أقول مثلا مسبح المتسابقين في المدينة الرياضية. هنا كلمة مسبح دلت على مكان السباحة. أما إذا قلت مسبح المتسابقين يوم الخميس، فهذا يدل على زمان السباحة، يعني زمان سباحة المتسابقين يوم الخميس. إذن نفس الاسم يصاغ على وزن مفعل، وهو بحسب السياق، بحسب القرينة الموجودة في الجملة، إما أن يدل على زمان أو أن يدل على مكان. أما الفعل المضموم العين في المضارع، قلنا قبل قليل الفعل دخل، وأعيد وأذكر، يقول مضموم العين في المضارع، هذا ثلاثي ولكن في صيغة الماضي، مضارعه يدخل. الآن فعل ثلاثي مضموم العين، الخاء هي عين الفعل في المضارع، لذلك ثلاثي مضموم العين في المضارع، يصاغ منه اسم الزمان والمكان على وزن مفعل، بصير عنا مدخل. يعني من يقول منكم مدخل المدرسة ومدخل البيت فهو لفظ خاطئ. الصحيح أن نقول مدخل وليس مدخل. لماذا؟ لأن مدخل من الفعل الثلاثي دخل مضموم العين في المضارع، لذلك يصاغ منه اسم المكان والزمان على وزن مفعل. يا أستاذ مدخل اسم زمان أم مكان؟ أقول اسم زمان واسم مكان. كيف اسم زمان يا أستاذ؟ هلأ إذا قلنا مدخل الطلاب إلى مدرستهم من بوابة عريضة، هل هذا دل على مكان الدخول أم زمان الدخول؟ طبعا مكان الدخول، تكون مدخل اسم مكان. أما إذا قلنا مدخل التلاميذ إلى المدرسة الساعة 8 صباحا، يكون مدخل قد دل على زمان الدخول، هو اسم زمان واسم مكان، وطريقة الصياغة واحدة ولكن المعنى يختلف بحسب السياق. نتابع. قال ويصاغ اسم المكان والزمان على وزن مفعل من الفعل الثلاثي المعتل اللام. كيف يعني معتل اللام؟ يعني مثلا الفعل مشى، الفعل مشى، أو الفعل سعى. طيب مباشرة بما أن الفعل معتل اللام، لا يقول في الماضي أو المضارع، لأن المعتل في الماضي أو في المضارع. فعل ثلاثي معتل الآخر معتل اللام، يصاغ منه اسم الزمان والمكان على وزن مفعل، بصير عنا ممشى. ممشى، أقول مثلا ممشى السيارات في شوارع عريضة، تمام، بيكون اسم مكان. ممشى السيارات المتسابقة عصرا، تصبح ممشى اسم زمان. طيب سعى، حاول أن تصوغ اسم المكان والزمان من سعى وأن تضعها في جملتين على أن تكون في الأولى اسم مكان وفي الثانية اسم زمان. ستقول في نفسك أن الفعل سعى يشبه الفعل مشى، وبالتالي هو ثلاثي معتل اللام، يصاغ منه اسم المكان والزمان على وزن مفعل، أي يصبح أسمعني، لم أسمعك، يصبح مسعى. مسعى، أقول مثلا مسعى الحجيج بين الصفا والمروة، مكان أم زمان؟ هنا اسمه مكان. طيب مسعى الحجيج بعد الطواف،
مكان أم زمان؟ اسمه زمان لأنه دل على زمان حدوث الفعل. هذا الوزن الأول. إذا كان الفعل ثلاثيا وأردت صياغة اسم الزمان والمكان منه، يصاغان بنفس الطريقة تماما من الفعل الثلاثي على وزن مفعل إذا كان الفعل مفتوح العين في المضارع أو مضموم العين في المضارع، وإذا كان معتل ألا.